التغيرات ستكون على المنطقة الجنوبية الشرقية اللي هي كانت ستكون واضحة اليوم على الجنوب الشرقي. يعني الحرارة كانت الأيام الماضية فوق 40 درجة، يعني كانت مرتفعة جدا. اليوم إن شاء الله تبدأ في الانخفاض على الجنوب الشرقي. باقي المناطق لا تغير كبير يذكر في درجات الحرارة. أجواء دافئة خاصة على المنطقة الغربية خلال هذا اليوم، أكثر دفئا من يوم الأمس على المناطق الشمال الغربي. طبعا استقرار أو مرتفع جوي يؤمن أجواء مستقرة سواء كان خلال هذا اليوم أو خلال يومين قادمين، لكن حقيقة هناك توقعات تشير إلى أن منخفض جوي سيظهر في آخر الأسبوع الأربعاء الخميس والجمعة على المناطق، بداية بالمناطق الغربية. سيكون هذا مقلق وغير مستقر أو يسبب عدم استقرار في المناطق الذي سيمر بها، بداية بالغرب ثم الشرق. سترتفع درجات الحرارة آخر الأسبوع، ستزداد سرعة الرياح لتكون الأجواء غبار على العديد من المناطق. أما خلال هذا اليوم وخلال يوم الغد فالاستقرار هو السائد كل المناطق الليبية أو معظمها، وخاصة الشمالية منها. الشمال الشرقي درجات الحرارة أكثر انخفاضا من باقي المناطق، حيث لا تتعدى خاصة على مدن الجبل لا تتعدى 20 درجة الجبل الأخضر، وتكون حتى على مدن الساحل في بداية العشرينيات سواء كان بنغازي كذلك في طبرق وصولا إلى باقي المناطق، والتي ستشهد أيضا تكاتل للسحب خلال هذه الساعات على العديد من المناطق، لكن أهميتها بسيطة بالكاد لا تذكر. الجنوب الشرقي تحول الرياح إلى شمالية شرقية هذا خلال هذا اليوم واليومين القادمين، ستكون درجات الحرارة أكثر انخفاضا. يعني في بداية الثلاثينيات ستبدأ اليوم الحرارة 34، غدا 32، بإذن الله بعد غد 31 درجة. إذن عودة للاعتدال في درجات الحرارة على الجنوب الشرقي. مناطق الجنوب الغربي درجات الحرارة يعني ما بين 31 إلى 35 درجة على كل هذه المنطقة. إذن بصفة عامة خلال هذا اليوم التغير الوحيد هي على المنطقة الجنوبية الشرقية التي ستنخفض فيها درجات الحرارة بشكل واضح، وأجواء دافئة على الشمال الغربي. مباشرة إلى خريطة توزيع الكتل الهوائية الساخنة والباردة، نلاحظ أن تراجع الكتلة الهوائية الساخنة على المناطق الشمالية خاصة، وخاصة الشمال الشرقي الذي يشهد انخفاض في درجات الحرارة. حتى بعض من مناطق الجبل الغربي، جبل نفوسة تحديدا، ستشهد خلال هذه الليلة انخفاض في درجات الحرارة. لكن بصفة عامة مناطق الجنوب الغربي خاصة غات ومناطق مرزق سبها لا تغير يذكر على هذه المنطقة. الحالة الجوية للبحر أو للنشرة الخاصة للصيد البحري على السواحل الغربية الممتدة مراس جدير حتى سرت تكون السماء صافية أغلب فترات النهار. الرياح ستكون في معظمها شرقية شمالية شرقية معتدلة السرعة، سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، وهذا ما يجعل بإذن الله اليوم البحر قليل التموج على كافة السواحل الغربية. يوم غد يكون أكثر البحر هدوءا ويشمل كل المناطق الساحلية سواء كان الغربية منها أو الشرقية. اليوم الشرقية بعض الارتفاع في الموج أو البحر قليل التموج إلى قليل الاضطراب، لكن غدا إن شاء الله سيكون قليل التموج أو هادي بشكل واضح خلال يومين قادمين، وهذه فرصة للأخوة البحارة للسادة البحارة لدخول البحر خلال اليومين القادمين بإذن الله، هو الاثنين والثلاثاء، بسبب استقرار البحر بصفة عامة على كل السواحل الليبية. النشرة قد تكاملت، لم يبقى إلا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم.